دكتور، يعني من الثامة كنت أنا بهذا السرد لهذه الواقعة، تورد إلى ذهنك أنه كيف تمت السرقة في الهيئة العامة للضرائب ولهذه الأموال؟ هل المسؤولين بالضرائب كانوا يعني مأمنين إلى حد أنه لا أحد يسأل وكأنه هذا المال سائب؟ أنت اشتغلت مدير للجمارك سابقا، واشتغلت مدير عام بالرقابة المالية، واشتغلت أيضا بالتدقيق، واشتغلت بالضرائب. كيف تمت سرقات من هذا النوع وبأرقام مخيفة؟ حقيقة لو كانت عملية السرقة لحالة واحدة ممكن نقول ثلاث موظفين متنفذين مسؤولين عن الموضوع ممكن اتفقوا فيما بينهم لغرض سرقة هذا المبلغ، لكن أن تتم عملية السرقة من شهر الثامن 2021 لغاية شهر الثامن 2022 معناه أن هذا عمل منظم بصراحة، تتداخل به جهات متعددة، منها الهيئة العامة للضرائب، منها مصرف الرافدين، وأيضا هنالك جهة مسؤولة وكبيرة ومتنفذة اللي هي مسؤولة عن الشركات اللي كانت مستفيدة من موضوع الصكوك. فيما يتعلق بالهيئة العامة للضرائب، يعني هنالك إجراءات تسمى بالرقابة، هي إجراءات الضبط الداخلي، أنه ما يحرر صك إلا أن يتم بسلسلة من الإجراءات، يعني يتدخل كثير من الموظفين اللي يحررون عملية طلب إعادة أمانة إلى شركة أو إلى شخص معين. هذه المراحل تم حرقها بصراحة. أيضا هنالك دور للرقابة الداخلية في الهيئة العامة للضرائب، يبدو أن هذه أما لم تقم بواجبها أو كانت متواطئة في هذا الموضوع. أيضا موضوع توقيع الشيك، أكيد اللي وقع الشيك هو رجل متواطئ في هذا الموضوع. إذا انتقلنا إلى مصرف الرافدين، حقيقة استغرب أنا حسب ما قرأت بالتسريبات الصحفية أنه تم دفع نقدي لهذه المبالغ. احنا متعارف عليه يعني حتى الان مثلا في الامارات العربيه المتحده وفي كل دول العالم هنالك حدود للمبالغ اللي تصرف نقدا، وما يتجاوز ذلك يجب ان يودع في الحساب. يعني مثل ما تسمع جنابك يقول لك يضربوا الشيك كروس، يعني مع شركائه، او يخلون عليه خطين متوازيين، دلاله ان هذا المبلغ لا يتم صرفه نقدا وانما يجب ان يودع في حساب الجهه المستفيدة من هذا الشيء، سواء كان شخص أو شركة. أما نسمع أنه الموضوع تم صرفه نقداً، فهي يعني خلل كبير في عمل مصرف الرافدين. وكيف يقول مصرف الرافدين أنه غير مسؤول لأنه حصل على كتاب صحة تأييد؟ يعني كيف؟ يعني هل ما جلب انتباه الموظفين المعنيين في مصرف الرافدين أنه أمانات ترد بهذه المبالغ 20 مليون وأكثر من ذلك لشركات وبشكل متصل خلال سنة من الزمن؟ زين أيضا نتساءل وين ديوان الرقابة المالية؟ يعني خلال سنة كاملة ألم يتسنى لديوان الرقابة المالية وهو يفترض أن تكون له هيئة مستديمة مقيمة في الهيئة العامة للضرائب تقوم بعمليات التدقيق، سواء كان بشكل عينات أو شكل 100% لبعض الحسابات. يعني المدقق والرقيب يجب أن يقيم حسابات الشركة، حسابات ممكن يتجاهل تدقيقها وحسابات معينة ممكن لكن يا عليها. دكتور حميد، يعني الآن صراحة إذا سمحت الأستاذ نجم، نعم. الآن بما أنه جنابك كثرت هذا موضوع الأمانات، يجب أن ندقق الأمانات في كل دوائر الدولة. هنالك أمانات لصندوق تقاعد الموظفين، هنالك أمانات للوقف، هناك أمانات للبلديات، هنالك أمانات لدوائر متعددة. فإذا يجب الآن على ديوان الرقابة المالية وأجهزة الرقابة المالية تستفيد مما حصل في الهيئة العامة للضرائب وتحاول تحد من عملية انتشار أو اتساع هذه الظاهرة. ربما هنالك عمليات في دوائر أخرى مماثلة لكن لم يتم الكشف عنها. لكن حتى بالاحتياط النقدي الذي سنان الشبيبي الله يرحمه أصر ودفع ثمن، الآن اجتماعات عقدت قبل شهر، أنا مطلع على بعض من تفاصيلها بكيفية إعادة هذه المبالغ قبل أن تحاسب الجهات الدولية، لأنه لا يجوز السحب منها وامتدت الإيد إلى الاحتياط النقدي، والولد الآن يردون يرجعونها بأي طريقة اللي كانت، واليوم يردون يشتغلونها على طريقة العشائر. هذه مو شغل دولة، هذه أموال
وهنالك قوانين يجب أن تحكم، وأكو ديوان للرقابة المالية يجب أن يحترم ويجب أن تطلق إيده للرقابة. أنا ما سامع دولة تريد تعظم مواردها لا تراقب هذه الإيرادات، وبالذات بالمؤسسات البنكية أو بالمؤسسات التي فيها أموال يجب أن تدخل. دكتور الآن أنت عبت على مصرف الرافدين أنه هاي المبالغ يعني يجب أن لا تصرف كلها ويجب أن تودع بحساب، زين هذه أموال شخصية، هذه أموال لشركات حسب القانون يجب أن تستردها. المصرف كيف ممكن أن يعترض عليها؟ يقول لك فلوسي ورد أخذها، أنا خلصت وهاي صحة صدوري وهذا إنجازي وهذا التأييد، ما لا تطيني إياهن يعني.